من الشرطة؟ شرطة؟ شرطة. هلا 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 يا ابني. اطلع يلا وحهور. حاضر سيدي. وش تمام هيك سيدي؟ ممتاز الله يعطيك العافية. وش اللي يحصل هان؟ والله وش الزومة هذه ثانية؟ هاي لوحة رسمية ومامورة بختم المخفر. يا أخي وهذه بعد مرهومة باسم الزعيم. ممروهة. ممروهة بالهر؟ بالهر. ممروهة. كل مين له صلاحياته يا ابني؟ الزعيم له صلاحيات ورئيس المخفر له صلاحيات وما حدا بيدخل على خط الثاني، امتى بدكم تتعلموها بقى هي القصة؟ ان شاء الله ان شاء الله نتعلمها. وزارة الأمن المتحدة ما تبي تعلق لوحة بعد؟ يا بلا عناك فاضي تضرب منها كلو. الهاني يا ابني. حاضر سيدي. وعقبها يا مهاوش؟ ايه والله ما ادري ايش الحال الحين. هذه القهوة خلاص ما اضل بها احد. ايه يا حسرتي يا حسرتي، امس كانت الزباين تلغى النغل. ايه والحين ما بها لا هبو ولا داب. مصيبة مصيبة يا خلف، مصيبة وهبت علينا. وش السوات الحين؟ وش السوات؟ نقعد هيك مثل الحريم؟ ما بي حل ما بي حل. الزباين كانت تجي لاجل لعب الورق، والحين ما بي ورق ما بي لعب. أقول وينك؟ هان هان، احنا لزوم نلقى طريقة نخلي الزباين ترد القهوة. اي ما شاء الله ما شاء الله. لا خاف لا يرد القهوة، ما بي حد بالقهوة. خلاص خلاص لازم نكسر الدفة ونقعد عواطلية. أقول لك نروح يوم بخيتان ونشاوره بالأمر. بدل بدل بدل. كيف؟ نروح يوم بخيتان ونشاوره بالأمر. بدل بدل بدل. كيف؟ نروح يم بخيتان ونشاوره بلا بدل بدل بدل. الحمد لله الخطه اللي رسمتيها جابت نتيجه. اي وكادت تجيب نتيجه، لو ما سويت هيك كان بعدهم رجال الديره ملازمين القهوه. صدق لولا؟ اي والله صدق. الحين كل نسوان الديره ممنونات لك بعد ما رجعتي رجالهم للقبيله والبيوت. خلهن يعيشن بالنعم خلهن. اي بس يا خوفي بعد كم من يوم يسبونك بعد ما يعلقن مع رجالهن. وليش يسبوني؟ يتهاوشن ولا يتعالقن ولا ينفلق؟ انا سويت اللي علي وزود. صج لو لا؟ صج. يلا 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 قومن اريد اشم هوا. يلا قومن قومن. فهمون علي. دعاية دعاية يا اخوي خلف، الدعاية هي الاساس. وش تقصد؟ يعني لجل الناس يجون على القهوة الزوم نسوي لهم دعاية. وين هذه الدعاية؟ بالتلفزيون؟ شو بالتلفزيون؟ هذه يبيلها قريشات يبيلها أموال. إيه لا الدعاية ما تصير غير بالتلفزيون. أجل عاد وين تصير؟ بالمذياع بالإذاعة بالراديو. راديو بالميم؟ بالميم. إيه لا بالإذاعة ولا بالتلفزيون. هان عنا بالديرة. بوجهك يا بخيتان قاعد تفلسف علينا يا رجال. فهمنا وش تقصد.